ما انا بحضر فيها اهو. مش لاقي المدار. شوفين فوق الدولاب. القميص عايز. فين القميص الاسبور المخطط؟ يمكن راح غلط مع قمصان البيت. طب روحي شوفيه حالا عشان اجيب لك حاجه حلوه من الاسكندريه. حاضر. يا احلام يا حبيبتي، المضارب في الصيف زي مساطر الكليه في الشتاء تمام، افهميها. والله انت عايز صيف وشتاء. الانسه المهذبه احلام كمال، 4 شارع كريم الروضه، السيده الفاضله حرم الاستاذ كمال عبد الحميد. ايه دول يا عادل؟ يا حبيبتي دول جوابات هبعتها لكم من اسكندريه. كتبتهم قبل ما تسافر؟ اه طبعا، بدل ما اضيع وقتي في اسكندريه اكتبهم هنا وانا فاضي وبعدين ابعتها لكم من هناك. طب مش استنى لما نوحشك بعدين تبقى تكتب؟ انتوا وحشيني جدا جدا من دلوقت، انما المساله مساله تنظيم وقتي. طبعا ما عندكش 10 دقائق عشان تكتب فيهم جوابات. 10 دقائق مره واحده؟ انت طماع جدا. عادل عادل لقيت القميص. طب يا حلوه ميرسي. اوعى تنسى تجيب لي الحاجه الحلوه معاك. حاضر. عادل. نعم يا ماما. القرايش اهو، تحب احطهم لك في الشنطه ولا اخليهم في ايدك احسن؟ قرايش ايه يا ماما؟ ما انت عارفه ان انا ما بحبهمش، والسنه اللي فاتت القرايش اللي حضرتك اديتهم لي النمل كلهم، افرضي بقى انا رحت السنه دي ما لقيتش نمل، اعمل ايه؟ ابعت للنمل جواب قول له القرايش وصلت. بس انت ما تتعبش نفسك، هتاخد القرايش يعني هتاخدها. هاخد القرايش يا ماما، ما اخدهمش ليه؟ انا مش عارفه، اشمعنى حضرتك تروح تصيف وانا اتزرع هنا؟ ما انا نجحت انا كمان. علشان انا كبير وانت لسه صغيره. كلام فاضي. لازم تعرف ان البنت بتسبق الراجل في نموها بعشر سنين، يعني انا دلوقتي عندي 16 سنه اساوي راجل عنده 26 سنه، يعني اكبر منك بثلاث سنين. لا مؤاخذه يا طنط، انا نيت رجاله، غدا ستتحرر النساء، كل النساء، وساذهب الى الاسكندريه. خد يا عدول. ايه ده تاني يا ماما؟ دي تورتيه علشان خالد. يا ماما هو بس شيل، احلف لك بايه ان خالد عمره ما حب التورته ولا كلها، ده مره شاف تورتيه في شارع سليمان قعد يجري منها لحد بناني. برضه لازم تاخد له حاجه، انا ما انساش جمايله علينا، كل ما تصيف في اسكندريه هو واهله بيشيلوك في عينيهم. الحقيقه اهل اسكندريه دول في منتهى الكرم. يا ماما ما هو خالد كمان طول ما هو هنا في الكليه حضرتك شايلاه في عينيكي. هما برضه جمايلهم اكتر، بس اسمع اوعى الجوع في القطر تاكلها. لا ما تخافيش. عادل عادل روح اقبض يا اخويا هاجر. طيب يلا هاتيلي القرايش يا بنتي. هاي افندم يا بابا. كنت احب اديك اكتر من كده بس انت عارف الظروف، انا عملت لكم تامين كلكم علشان كده احنا مش هنقدر نصيف السنه دي. انا متشكر قوي يا بابا، ربنا يخليك ليا. في الحقيقه لازم تشكر والدتك واختك لان هما اللي ضحوا علشان انت تقدر تصيف السنه دي. ربنا ما يحرمنيش منكم. في حاجه واحده عايز اوصيك بيها، اوعى تستلف. ساعه ما تخلص فلوسك ترجع على طول، يوم ما اعرف انك استلفت يوم ما هفقد ثقتي فيك، وانا عمري ما فقدت ثقتي فيك. تقطع تذكره القطر ذهاب واياب علشان تضمن رجوعك ساعه ما تفلس، فاهم؟ اطمن يا بابا انا ناوي ارجع محوش. انت بتقول فيها، انا فضلت لغايه ما توظفت عمري ما عرفت الورقه ام 10 جنيه دي شكلها ايه. اكبر مبلغ دخل جيبي كان 10 ساخ. انت عارف لما كنت احب اتفرج على فيلم كنت اعمل ايه؟ ايه يا بابا؟ كنت اروح اشتغل في بوفيه السينما، اول ما يخلص الفيلم استقيل من البوفيه. دي حاجه كانت زمان، لكن الدنيا دلوقتي بقت حاجه تانية. انت اصلكم جيل متدلع، طلعتم لقيتم كل حاجه سهله قدامكم، انما على ايامنا احنا كانت كل حاجه صعبه، اللي ما يستعملش مخه ما كانش يقدر يعيش. يلا يا عادل، معاد القطر قرب. عن اذنك يا بابا. عادل. نعم يا ماما. خد يا حبيبي. بابا اداني كفايه يا ماما. معلش يا حبيبي، لو ما صرفتهمش يبقى اشتري لي بيهم حاجه. ميرسي يا ماما. خلصت الشنطة يا مدمازيل؟ خلاص يا مولاي، الشنطة خلصت. اقفليها. ما بتتقفلش. قومي اقعدي فوقها. حاضر. قومي. حاضر. اوعي. اتفضل. اوعي شوية. ايه. خلاص. مع السلامة يا حبيبي. مع ألف سلامة يا ماما. شوفوش بخير. مع السلامة يا ابني. الله يخليك. تنساش الكلام اللي قلته لك واعمل بنصيحتي كويس. حاضر. حاضر. مع السلامة يا عادل. ما تنساش تسلم لي على امان، ما تتاخرش كتير عشان ما تغصي كتير. اتغصي اختي حبيبتي، اتغصي. اشوفكم بخير. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه. ما تنساش تسلم لي على خالد ووالده. حاضر يا بابا. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه.
السلامة يا عادل. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. ازيك؟ الحمد لله. ازي نادي؟ كويس. عاملين ايه مع بعض؟ سلمنا على عزف وامان. تسلم عليك قوي والشله كلها. كله كويس مستنيينك. طب خد دي بقى. ايه دي؟ كان فيها تورتايه بعتها لك امي. تاكسي. استنى تاكسي يا استاذ والميزانيه. انا حاسمك. ولو ما دام نقدر نركب الاتوبيس ببلاش. ازاي؟ ننط على الشمال؟ لا يا حد، نشتغل كومساريه واول ما نوصل الحته اللي احنا رايحينها نستقيل. ما تضحكش، دي فكره من افكار ابويا. طب يلا يا اخو على الاتوبيس. يلا. يا ابني انا اقطع دراعي اذا كان فكر ان دي تبقى حته من اسكندريه. هو مين؟ اسكندر الاكبر اللي بان اسكندريه دي. طب قوم بينا يلا. قوم. اوعى. ايه ده؟ ايه اللي عملته في الكابينه ده؟ انا سابها لك السنه اللي فاتت زي الفل. اصل من يوميها ما لقيتش اللي ينضفها زيك. بقى بالذمه ده كلام؟ نفسي شلة الكلية تيجي تشوفك وانت بتكنس وتمسح عشان يعرفوا مستقبلك كويس. مهندس وفراش. يا ابني شلة الكلية عمرها ما هتشوفني اللي على البحر وانا قالع ولابس المايوه، والناس لما بتقلع بيبقوا كلهم زي بعض، اللي بيكنس زي اللي رئيس مجلس إدارة، واللي ساكن في عشة زي اللي ساكن في قصر. يا واد يا فيلسوف. اسمع، انت هتيجي تشتغل وتساعدني وانت ساكت يا توريني عرض كتافك. لا انا لا هقدر اشتغل ولا اقدر اسكت، وزمان الشله اتلمت على البلاج وبيحضروا المحكمه. هخلص وحصلك. عادل ما تنساش النبي. ايه؟ تلمع المرايه. اقول لأمالتك تساعدك؟ لا، قول للست والدتك تبعت لي شويه ملايات وشويه كياس مخدات نظيفه. يا عادل مش هتعمل لنا قصه زي بتاعت السنه اللي فاتت عشان نغني معاكم؟ ان شاء الله هتكون اكبر واحسن من بتاعت السنه اللي فاتت كمان. استنى حسبي يا ناس، استنى. ايه اللعب ده بقى؟ انت هتخم؟ شوفي بقى، اذا غلبتك هوديك السيمه. واذا غلبتك برضه عادل وصل؟ ايوه وصل. هو فين؟ جاي ورايا. سيبته يكنس ويمسح ويغسل الايدين بتوعه زمانه جاي. وده وقت مسح وكنس، مش كان يجي لما نشوفه الاول؟ مش هنعمل المحكمه لما عادل يجي ضروري. ده هو اول متهم. بس ما تزودوهاش قوي. ما تخافيش هناخده بالراحه. يلا يا جماعه، يلا يا نادي نلم الشله ونستعد. يلا 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 يلا. العينين مظبوطين واحد اتنين، والشفايف برضو مظبوطين واحد اتنين، ورموشك هما كانوا كام؟ انا كنت خايف اجي الاقي حاجه من حاجاتي ناقصه. انت عارف ان مفيش حاجه ممكن تجيع مني، حاجتك دايما شايلها لك. انا لما ببص في عينيكي بيوحشوني شفايفك، ولما ابص في شفايفك بتوحشني خدودك، وبعدين يرجعوا عينيكي تاني يوحشوني. بابا وماما بيسلموا عليك قوي وعايزين يشوفوك عشان انت وحشتهم. هما كمان وحشوني قوي. يا خبر، ده احنا اتاخرنا قوي وزمانهم انشغلوا علينا. لسه بدري. بسرعه يا عادل احسن بعدين يحكموك قوي. يلا اجري.
الشباب والحب والأجازات. عادل بن كمال طالب تصيف تقدم يا فتى. قاضي البلاج يا قاضي مشتاق من الصيف الماضي وجيت على الحبايب لقيت مكاني فاضي مستني يا قاضي مستني يا قاضي طالب تصيف يا فتى واتمنى صيف صيف شتا. ارفع دراعك واحلف يمينك وقول دفاعك وحياة مذاكرة طول العام اللي جابت لي صداع وزكام ما نجحت ولا شفتك يا نجاح إلا عشانك يا أجازة وأنا وحبايبي والأفراح ناخد من الدنيا أجازة والأمر لك يا قاضي والحكم لك يا قاضي. النيابة يمنع سنتين من التصيف لبلج ولا عوم ولا تكتف لبلج ولا عوم ولا تكتف ويقوم في قطر العصر يرجع حالا على مصر يرجع حالا على مصر. جنايتي ايه وذنبي ايه جنايتي ايه وذنبي ايه قبل ما نسمح له بلبسي مايو يا لطيف لا جاب معا طرطة ولا حتى جاتو يا حفيظ المحلفين مصيف غير مصيف 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 غير مصيف بقى يعني اسيب ماما وبابا واهرب من البيت ابو بوابه معرفش اتمتع باجازه والنبي يتلمزحنا غلابه والنبي يتلمزحنا غلابه والنبي يتلمزحنا غلابه والنبي يتلمزحنا غلابه محكمه بنفحص قانون البلاجات فرع التصيف والأجازات ومراجعة كل البيانات قررنا ما هو الآن يمنح لقب مصيف من الدرجة الأولى تكييف يعيش
ادعي القاضي يعيش القاضي يحيى القاضي يعيش القاضي يعيش 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 محكمة ظروف عائلية أمور عاطفية مشاكل منزلية عقد نفسية نصلح حل عقدك وصيف حل عقدك وصيف قاضي الزلازي يا قاضي يا مخلص المهاجم قول الزلاز وعرضه حالف إسلك قواضي وامضم فيها يا قاضي وامضم فيها يا قاضي فاضي يا قاضي لا أنا قبلك أنا مستعجل واحد واحد يا زباين صبحت جامعي وفضلي عالتخر مش اكتر من سنة تديني كم سنة وش عرفني انا امان قاضي ازاي افتي كل الفتوات واعرف في اللوغاريتمات والنسبية والذرة الا عمر الستات ايه رأيك عمري سبع سنوات سبع سنوات سبع سنوات ماما وبابا فاكرين عمري ما حكبر وابقى ثمان سنوات ثمان سنوات بيعملوني زي ما كنت زمان في الروضة بفيونكات بنتي بنتي التال على حلوة امو فيونكات بنتي بنتي التال على حلوة امو فيونكات حياتي عيب عيب ما ترديش ما تعنديش امتى احس امال بوجودي امتى اعيش عايزه اعيش ماما وبابا دقه قديمه دقه قديمه دقه قديمه ماما وبابا دقه قديمه دقه قديمه دقه قديمه محكمه من فحص قانون البلاجات فرع العائلات والخلافات ومراجعة كل البيانات قررنا ما هو آت يحول أمرها لولي أمرها يحول أمرها لولي أمرها يعدل عمرها من سبع إلى خمس سنوات قاضي البلاش يا قاضي عاشق ويجي فاضي بتحبها حب عبادة وهي زي وزيادة وقالها واحد يخطفها أبوها وافق كالعادة أبوها وافق كالعادة من مسرح العرايس فوق استهدف وصال واختفى واجري بيها ولا ترسن زمان ولا ترسن زمان سارق خطاف لفوه بالحاف ودوه الخنكة بالتلغراف أمانة العمري ما حتجوز ولا أقول يا جواز ولا أقول يا جواز من صغري بشوف ماما وبابا الكبرت والجاز كبرت والجاز وانا برضو بحب العزوبية علشان حرية في حرية مش اخلص من البيت والجمع ومراتي تتحكم فيا رجالة انتم دواش عبابين من غير ايدان رجالة انتم دواش عبابين من غير ايدان شبابين من غير ايدان شبابين من غير اما انا مشكلتي جد الجد وجد الجد وجد الجد وانا عندي مشاكل ملها عد وملها عد وملها عد شطبنا شطبنا وبيت مشاكلنا يا قاضي تتأجل للصيف الماضي تتأجل للصيف الماضي تتأجل للصيف الماضي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي عالبلاش دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي دقوا 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 الشماسي دقوا دقوا دقوا
دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا الشمازي عالميلاد دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا الشمازي من ضحى لحد التمازي دقوا 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 الشمازي دقوا 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 الشمازي يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه احنا وشبابنا وحبنا اسكندريه يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه احنا وشبابنا وحبنا اسكندريه جايين على نسمة امان نرتاح شويه والحر زي شوق نهار وليل وقاسي دقوا الشماسي عالبلاد دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي عالبلاد دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من ضحى لحد التمازي دقوا 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 الشماسي دقوا 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 الشماسي في البحر الابيض وفي هداوة لونه الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق في البحر الابيض وفي هداوة لونه الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق ونسابق الموج والهوا والشوق ونسبه والبحر عارف حبنا والشط راسي دقوا الشماسي عالبلاش دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي عالبلاد دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا الشمازي من ضحى لحد التمازي دقوا 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 الشمازي دقوا 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 الشمازي دقوا الشمازي تعالى بقى عشان نسلم على بابا وماما طب ما انت عارفه بقى بابا هيقعد يتناقش معايا وانا ما بعرفش اسكت معلش بس لازم هتسلم يلا اهلا اهلا ازيك يا عادل الله يسلمك على السلامه الله يسلمك ازي والدك كويس بسلم على حضرتك قوي اهلا اهلا يا عادل اهلا يا طنط ازي ماما واختك الله يسلمك يا طنط بيسلموا على حضرتك اتفضل حاضر وناوي تقعد لاخر صيف يا عادل لا يا عمي 10 15 يوم بس وايه الهيصه اللي انتوا عاملينها طبعا تعبتوا من الامتحانات وجايين بقى تفرفشوا والله يا ابني انت بالكم محظوظ والله يا عمي كل جيل بيتصور انه تعب وما تمتعش بالحياه قد الجيل اللي بعده ده الواقع يا ابني ابدا يا عمي ما هو كل جيل له همومه ومشاكله عشان انتوا بتخبوا علينا مشاكلكم وفاكرين انكم تقدروا تحلوها لوحدكم لكن ده غلط ما احنا برضو يا عمي لنا طريقتنا في حل مشاكلنا اللي عايز اقوله ان ظروف الحياه اتغيرت وبتتغير كل يوم زمان مثلا كنت بتتجوزوا من غير الراجل ما يشوف الست اللي هيتجوزها احنا دلوقتي حاجه تانية الشاب فينا لازم يقعد مع البنت اللي هيتجوزها ويعرفها ويعرف كل حاجه عنها وهي كمان لازم تقعد معاه وتعرفه وتعرف كل حاجة عنه وحضرتك بقى قيس على كده حاجات كتير عادل عادل الشلة كلها مستنياك يا أخي عن إذنك يا بابا عن إذنك يا عمي اتفضل ولو إني لازم أناقشك وأقنعك بأن جيلنا أحسن من جيلكم وإنكم من غيرنا ما تسووش حاجة طبعا طبعا ما تيلا يا أخي طبعا إذنك يا عمي السلام عليكم السلام الله يسلمك الولد ممتاز في كل حاجة إنما أفكاره مش عجباني أنا عارفة شبان لي يمني كلامهم كتير كده ليه؟ والله أنا خايف على أمال من أفكاره المتحررة زيادة عن اللزوم ده من ناحية أمال اطمن أمال بنتي وأنا مربيها على أدية وعارفاها كويس بس دي شابة برضو ممكن تتأثر بيه ما تحملش هام أمال أنا معلمها كل حاجة وهي عارفة حدودها كويس إيه؟ ربنا يعمل ما فيه الخير طب يلا بينا بقى ما تحملش هام يلا قدر حركش يا اخي الله عادل تنزل ميه عادل لا كمان شويه طب يلا بينا احنا يا عصام احب الميه يلا خش معانا امال امال ايوه ما تيجي نقعد بعيد شويه ما هنا كويس اصل عايزك في حاجه مهمه بس ولا بس ولا حاجه تعالي تعالي بس ايه بقى يا سيدي الحاجة المهمة اللي كنت عايزني عشانها؟ مش عارفة؟ لا كنت عايزك علشان نقعد مع بعض لوحدنا شوية مش حاجة مهمة دي؟ طب ما احنا كنا قاعدين مع بعض؟ مع الشلة كلها بقولك لوحدنا انتي وانا اخصى عليك يا عادل دول كلهم بيحبوك يا ستي انا ما قلتش لا انما يعني شوية للشلة وشوية لنا لوحدنا
استنى بس. انت هتقعد 15 يوم. يبقى لازم اعمل لك فيهم ميزانيه. انت بتهربي من الكلام ليه؟ خلينا في المهم يا امال. اهم موضوع قدامنا دلوقتي ازاي توفر في المصروف. اولا مش ضروري تفطر. وثانيا الغدا ممكن تتغدى معانا كل يوم في الكابين. ايه رايك بقى ان انا عندي طريقه احسن؟ ايه هي؟ تقعدي معايا كده على طول، وساعتها لا هاكل ولا هشرب لاني هشبع بيكي. ليه؟ هتاكلني؟ اه يا ماما يا متوحش. انا عازمك الليله دي على السينما. بلاش الليله دي. ليه؟ عشان انا عامله لك حفله بمناسبه وصولك، وعازمكوا كلكم كل الشله. عصام شوف شغلك. يا الله يلي هنا يلي لابسين نيوهات يلي قاعدين على البلاجات يلي واقعين في الحب لشيشتكم. الليله دي معزومين في كابينة سامي وهالي جالي وتويست وشي وسلو، واللي سمع يقول للي ما سمعش. أسرع عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عبد غالي وأحلى الصبايا. أنا الهوى هوايا أبني لك أسرع عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عبد غالي وأحلى الصبايا. أنا الهوى حرمها ودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية. الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا والليل بحرمها ودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية. الهوى Thank you.
الهوى هوايا ارسم صورتك في يدي عن نسبة اللي تعدي على الفجر ابو ضحكة وردي على العمر اللي ورايا الهوى هوايا الهوى اتقل انت اوعى 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 مش عاملة الحفلة دي عشاني؟ أيوه. مش غنينا؟ مش رقصنا؟ مش هيصنا؟ مش أكلنا وشربنا؟ أيوه. طيب ممكن بقى أنا وإنتي نقعد مع بعض لوحدنا شوية؟ ما إحنا مع بعض أهو. يا ستي بقول لك أنا وإنتي لوحدنا، إنتي وأنا بس. نقعد. افتحي بقك يا قطة. أمال. أنا سامي جاب لك الكارنيه؟ لا سامي يا سامي نعم يا أمال فين الكارنيه بتاعك؟ أنا اديته لخالد يا خالد أيوه الكارنيه بتاع عادل يا أخي معايا الله يا أمال أمال الجاتو ده حلو الشكل أنت اللي عملتيه أيوه ماما علمتك عملتيه إزاي؟ طيب هقول لك أنا تجيبي يا Thank you.
هلو هلو عارف تاخد بق؟ لا متشكر قوي ما بشربش. طب اسمع تعال اسهر معانا الليله، حنسهرك حته سهره فل. معلش مره تانية، ليه رايح فين يا اخي؟ واحد بيسال التاني رايح فين، قال له حدايق القبه، قال له حدايقها ليه يا عملت لك حاجه؟ عن اذنك اشكر. اذنك منين يا جوحة؟ يشوفك امس. تعرف الجماعه دول منين؟ دول كانوا معايا في السعوديه. تلاقيهم لسه في السعوديه، ولو شفتهم بعد 20 سنه هتلاقيهم برضه في السعوديه. انما والله دمهم خفيف، واخدين الدنيا ضحك وبيجربوا كل حاجه. سيبك منهم، دول باين عليهم جماعه مش كويسين. ياللي واقفين وبترغوا، ياللي نايمين قوموا واجروا، ماتش الفولي هيبتدي. يلا يلا ما يلا يا عادل. عن اذنك شوي. يلا يا ناديه، يلا يا جماعه. عجبك يعني كرباك المايه اللي خدته النهارده؟ امال ما تنسيش احنا النهارده رايحين سينما لوحدنا، وبعدين هنروح ناخد جيلاتي في جليم، وبعدين نتمشى على الكورنيش ونتكلم. عايزين نفهم بعض يا امال. يا ماما يا اللي خارجين من السينما ومروحين، انتوا على ام 50 بكره حفل شيخ العرب عند عادل في الكبير. اطلع يا بيه اطلع. ايوه هات. عن اذنكم يا جماعه، فيه ايه؟ مش عارف، روح شوف ماله يا خالد. عادل. ايوه مالك يا عادل؟ ولا حاجه، عايز اقعد لوحدي شويه. يعني ما اقدرش اقعد معاك؟ لا ابدا، اتفضل. في ايه؟ متضايق شويه. من ايه؟ من تصرفات امال. ليه؟ عملت حاجه؟ ما اعرفش، انا حاسس ان امال حط الشلة دايما حاجز بيني وبينها، لدرجة ان انا ابتديت احس انها ما بتحبنيش. ما بتحبكش؟ انت عبيط ولا ايه؟ ده احنا كلنا حاسين ان امال بتحبك. انا اللي لازم احس انها بتحبني. النهاردة مثلا طلبت منها، اترجتها اننا نخرج مع بعض، نتمشى، نروح سينما. كانت النتيجة ايه؟ زي ما انت شفت، الشلة كلها جت معانا، وطبعا امال هي اللي قالت لهم، وتلاقيها هي اللي عزمتهم كمان. لا يا عادل، انت مزودها شوية. ليه؟ هو انا طلبت من امال حاجة غريبة ولا مستحيلة؟ انت مش بتخرج مع نادية لوحدكم، مش بتقعدوا مع بعض لوحدكم، حصل ايه؟ عمرها عملت معاك كده؟ ما ترد. اذا كانت امال بتحبيني صحيح، لازم تعرف انه من حق عليها اننا نقعد مع بعض، نفهم بعض، نحس ببعض، علشان نحب بعض اكتر، زيكم وزي كل الشبان اللي في الدنيا. المسألة بسيطة يا عم، بكره في حفله شيخ العرب انا متاكد انك لو قلت الامال الكلام ده هتفهمه وهتحس بيه وهتعرف انها غلطانه. قوم بينا يلا احسن زماننا اتاخرنا عليه. يلا يلا. لسه قدامكم نص ساعة على ما يستوي. نص ساعة؟ نص ساعة؟ طيب تيجي نلعب عروسة على ما يستوي؟ يلا. ايوه بس عصام اللي يطلع الأول. ها؟ نعسة نعسة، تعالي والنبي لف. خش تعال. ادخل جوه. تعالى يا عصام. اجي. تعالى. عروستي. عروستك؟ عروستك سمينة. سمينة 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 سمينة. عروستي بخمسين قرش. خمسين قرش سمينة. عروستي. عروستك؟ على نار. على النار على النار على النار على النار على النار. يا عروستي يا حبيبتي، اكلك منين يا عروستي؟ دحية انا دحية، خربنا الطحن.
دورك. لا كفايه بقى اللعبه البايخه دي، تيجوا نلعب استغمايه. نلعب بس على شرط، مش زي السنه اللي فاتت. السنه دي الولاد هم اللي هيستغموا. ولاد استغموا يلا 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 القمر، القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد.
خيال لا شافتها عين ولا مرت ببال لجزيرة أبعد من الخيال لا شافتها عين ولا مرت ببال يا حبيبي يا حبيبي وصلنا فوق 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 بر الأمان افتح البيبان لقلبك ولشبابك ولحبيبك ابعد الخوف عن ربوشك وعشق في الكون يحوشك ابعد الخوف عن ربوشك وعشق في الكون يحوشك غني ارقص اجري 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 اضحك قول بحبك وانسى كل الدنيا الدنيا مهما تكون غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون يا 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 يا, يا حبيبي لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه شفت واخداني الاماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه يرضيك نحب بالحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده يرضيك نحب بالحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده عايز أحس بحبي مالي كل لمحة من وجودك عايز أحس إن ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك عايز أحس بحبي مالي كل لمحة من وجودك عايز أحس إن ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك عايز أحس إني حبيبك ولهيبي صحي لهيبك عايز أحس إني حبيبك ولهيبي صحي لهيبك يا حبيبي يا حبيبي رجعنا فوق 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 بر ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك غني ارقص اجري 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 اضحك غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون يا 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 حبيبي
تعرفي يا امال، انا نفسي ان الخيال ده كله يبقى حقيقه، واخدك ونفضل ماشيين ماشيين مع القمر لغايه ما نلف الدنيا كلها. واذا تعبت اشيلك. واذا تعبت انت تشيليني. تقدري تشيليني؟ امال يا ده احنا بعيدنا قوي. يلا بينا نرجع، احسن زمان الشله بتدور علينا. بعدين يقولوا ايه؟ امال انت بتحبيني يا امال؟ طبعا. امال ما بتحبيش تقعدي معايا لوحدك ليه؟ ما احنا دايما مع بعض. احنا نعرف بعض كويس من امتى؟ مش من الصيف اللي فات؟ ايوه. عمرنا ما كنا مع بعض، دايما مع اهلك يا مع الشله، بنروح السينما، بنروح اي حته، بناكل بنشرب برضو يا مع اهلك يا مع الشله، في مصر او هنا نفس الحاله. عمري ما عرفت اكلمك لوحدك ولا اقول لك على احساسي. ما تنساش يا عادل ان احنا عايشين في مجتمع له تقاليده ولازم نحترمها. انا ما طلبتش حاجه خارجه عن التقاليد، واللي بطلبه ده حقي. اي مجتمع يا امال بيخلق تقاليده علشان ينظم حياه الناس ويريحهم. اهو احنا محتاجين للناس دول. ليه كده؟ عشان يحموكي مني مش كده؟ لا، عشان يحموا حبنا مننا. احنا بس اللي نقدر نحمي حبنا، محدش تاني يقدر يحميه. يا امال انت لازم تثق فيا وتعرفي ان اذا كان في حد في الدنيا لازم يخاف عليك يبقى انا، عشان بحبك. والله انت بتحبيني بطريقتك وانا بحبك بطريقتي. انت بتحبيني بطريقه امك وابوكي، مفهمينك ان اذا اي حد طلب منك تخرجي معاه يبقى لازم عايز منك حاجه. لا يا امال، كل بنت دلوقتي بتخرج مع الشاب اللي بتحبه وما يقدرش ياخد منها حاجه الا اللي هي عايزه تديهوله. وانا ما طلبتش منك حاجه، انا ما طلبتش منك غير اننا نفهم بعض، نحس ببعض علشان نحب بعض اكتر، زي كل اصحابنا وزي كل الشبان اللي في الدنيا. والله انا كده. يلا بينا. هو ده ردك يا امال؟ ايوه ردي، عن اذنك. غلطانة يا أمان، مش دي المعاملة تعملي بيها واحد بتحبيه؟ طب ما أنا بخرج مع خالد وبنقعد لوحدنا، فمعقدش الدنيا زيك ليه؟ لأن في ثقة متبادلة بيني وبينه. والله أنا كده ومقتنعة بكل كلمة قلتها له امبارح. هلو عادل. هلو. صباح الخير يا شيخ. إيه على فين؟ رايح البلاش. نسمة هوا. ها؟ ايه حكايتك؟ كل يوم بلاش بلاش بلاش. ما تيجي معانا؟ لا معلش، مرة تعالى، ده احنا عاملين برنامج يجنن. اطلع اطلع. تعالى يا راجل، لو ما عجبكش الحال يبقى ارجع. اطلع يا راجل اطلع. تعالى مش هتندم والله. يلا يا جماعة خليه يخش ورا بس. خش خش، ما تقولش لحد. يلا بس يلا هتقول له خش. يلا يا جماعة كبيرة. ما بشربش. جرب بس، جرب جرب. دي زي ينسون. نجرب.
قول لي ما سمعتش الحكايه؟ حكايه ايه؟ مش مره واحد قلبه وقف قام نزل زقه. خد لك بق بقى، خد لك بق. ده بقى سيري فتح الشهيه التقل بالليل هتسهرك حته سهره يا عم عمرك ما هتنساها. بس ايه؟ احنا مش قايلين عروض برنامج؟ هتسهر يا راجل، هتسهر يعني هتسهر. طب غير هدومي معاك وراك وراك. ده شرك زب. جرك 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 العربية. تعجلش هتشوفهم على الطبيعة جوه. يلا يلا يا ها جودة. مساء الخير أشرف بيه. مساء الفل. مكان سعادتك محجوز جنب الفيستا على طول زي كل ليلة. اتفضل اتفضلوا. والجسد الرهيب راقصة البحر وكل بحار العالم الفنانة العظيمة الساحرة فردوس. ان شاء الله. انت بختك بختي حلوه مدام شفتك يا قمر. اتفضلي يا ست ارسيني. حاضر من عينيا الاثنين يا اختي. وده ده كمان وجه جديد. ده ست الاستاذ عادل زميلنا من مصر. يا اهلا وسهلا، شرفت اسكندريه يا اختي. ما تفرفش كده ما يا ست. انا متشكر قوي، انا مبسوط كده. فردوس يا ست الكل. اروح لمين يا حياتي؟ روح لبابا. اهلا بستنا. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ راجع لك. انا مستني فردوس. نعم قلبي ده. ركب له نص ناعم. فردوس اقعدي معايا شويه، خمس دقايق بس. خمسه شويه عليك، ده انت عاوز لك تقبيل. حد سال عليك؟ كلنا بنسال عليك يا ست الكل. ده التليفون يا ايه؟ التليفون لسه. مساء الخير يا ست الكل. اهلا اهلا وسهلا. انا جايلك في حكايه مهمه قوي. انت عارف انا تحت امر جمعه في لبنان وكل اللي انت عاوزاه. بس العقد بتاعي ايه؟ هتفق مع صاحب الصاله، هترقصي باحسن محل ببيروت، جمعه مش هتنسيها ابدا. افكر. الكارت بتاعي اهو.
وكل اللي انت عاوزاه انا تحت امرك. انت انس عن اسم. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا. ايه الليله الحلوه دي؟ اهلا بك يا عبد الحليم. اهلا وسهلا يا ولد. قدمت شمبانيا للست. امام تعرفي وحياتك عندي. يا سلام ايه الجمال ده كله؟ انا عمري ما شفتش جمال كده ولا شعر حلو كده والعينين الحلوين دول بيفكروني بيفكروني بيفكروني. بنت محاسب على مهلك علينا يا جميل. حاسب كده عكاس وحب حب. انا رايي ان سهوله بطاله. بينا نرقص يا بينا نرقص. بيفكروني بيفكروني بعنين واحده ممثله شفتها في فيلم زمان اسمه ملكه الاغراء. والله يا ست فردوس احلف لي بايه. الحلاوة دي كلها ايه الجمال ده كله حتى الكاس حلو في ايدي. ايه الفستان الجميل ده؟ انا عمري ما شفتش فستان جميل بالشكل ده. ده بيفكرني بيفكرني على اذنك لو تفتكر بيفكرني بيفكرني. ممكن تولع لي؟ متشكر. لا انا شفتكش هنا قبل كده. دي أول مرة أجي. تحب ترقص؟ مبسوط؟ يعني موظف؟ لا أنا طالب في كلية الهندسة. يعني هتبقى مهندس قد الدنيا؟ لا انا هبقى مهندس وبس. حسبي عليا فردوس ده لسه مغمض. لكن باين عليه شنطي قوي. ابسط يا عم دي شهاده بقى ولا البكالوريوس. تعال فين؟ تعال معايا وبس. عيني يا عيني. افتكرت افتكرت يا ست فردوس. طب خليك فاكر عبال ما ارجع. بس اقوم قبل ما انسى. ويسكي والبي برضو ويسكي. انت من اسكندريه؟ لا من مصر. مالك في حاجه مضايقك؟ ايه الكرافتة اللي هي هتخنقني خالص. طب ما تقلعها. مستني ايه؟ ممكن سيبني فكر.
يا دي كانت خنقاني قوي كده احسن جدا. ما قلتي ليش؟ نعم. بتعملوا ايه عندكم في كليه الهندسه؟ بنعمل حاجات كتير قوي. زي ايه؟ مشروعات. قولي مشروع منه. مشروع هندسه هنا؟ وليه لا؟ ولا يعني احنا مش قد المقام؟ يا فندم العفو مش قصدي. صحتك. صحتك. تحبي تعرفي مشروع ايه؟ اي مشروع فيه؟ اقول لك مشروع منخفض القطره. القطره دي عارفاها. قول يا انا مش كده يا ريس، مش كده. انا فلوسي انسرقت، انا هدفع الحساب بكره. انا زبون المحل. ايه ده؟ ده لازم زبون ما دفعش الحساب. ايه خبر؟ ها ما قلتليش مشروع القطار. اقول لك يا ستي، عندنا بقى البحر عالي وبعدين فيه منخفض وبعدين الصحراء. لو سريبنا الميه من البحر العالي على المنخفض كده، وبعدين الميه هتروح كمان للصحراء هتزرعها، ونحط هنا توربين في المنخفض ده يعمل لنا كهرباء عشان تنور. الضلمه احسن. انت بتحب الضلمه؟ ساعات. اشرف صاحبك ساعد. ايه ده الحساب؟ انا ما خدتش غير واحد ويسكي الخمسين قرش. الست طلبت. طب ما تحاسبها. غير 150 قرش اديته منهم 50. ما تقدرش تسلف من صحابك؟ دول مش صحابي، انا اول مره اخرج معاهم. طب اقعد زي كده ما تحركش قبل ما ارجع لك. الحساب عليا. سلام. خد. ها هتعملوا ايه؟ روحوا انتوا. حلال عليك. ما تتحركش، ارجع لك حالا. الصنف بتاع الليله دي مش بطال. طب اوعي كده. صنف ايه ده العادي؟ الجو. جو يعني ايه؟ الطقس. عجايب عجايب الجو يا ست. طب انا ماشي بقى. تصبح على خير. يلا اركب. بس انا لازم اروح. ايه خايف من ماما؟ انا قاعد لوحدي. احنا لسه ما اتحاسبناش ولا انت نسيت؟ يلا تعالى. طب ممكن اعرف احنا رايحين فين؟ بعدين هتعرف. يلا تعالى. يلا يلا بقى. يلا يلا بينا. صباح الخير. صباح الخير.
هي الساعة كام؟ الساعة 6. 6 بعد الظهر؟ اها. ياه، انا زمان صحابي اتخضوا عليا، انا لازم امشي. بعد ما تفطر. بس اصل اتاخرت. بعد ما تفطر. صباح الخير. تصحي الساعة 6 بعد الظهر كده؟ علشان كده قلت لك ان الشمس بتاعتي ما بتطلعش الا بالليل. انما دي حياة صعبة جدا. احكيلي. احكيلك عن ايه؟ انت نسيت ولا ايه؟ ايه؟ مشروع القطارة. احكيلي. خش يا ست فردوس، ممكن كلمة؟ عاوزه ايه؟ وكيل صاحب العماره جه النهارده وعاوز الايجار، وبيقول لك مش وقته. ده احنا متاخرين عن الايجار 3 اشهر. الراجل له حق، ولو ندفع له شهر. بقول لك مش وقته. مدام عايده الخياطه ومانول البقال عايزين الحساب، صندوق الويسكي شطه. قلت لك مش وقته، مش وقته، مش وقته. فهمتي؟ طيب اف بلا. الولاية دي هتجنني، انا مش عارفة اعمل فيها ايه. اصلها كانت عندنا ايام ما كنت صغيرة وانا في المدرسة، وماما الله يرحمها كانت بتحبها قوي. ماما ماتت وانا صغيرة، ويمكن ده السبب اللي ملقتش حد يعلمني حاجات كتير. حبيت راجل اكبر مني ووعدني بالجواز وديت له كل حاجة، وضحك عليا، ولما كلمته عن الجواز سابني وهرب. الدنيا ضاقت بيا، وخفت اقول لبابا الحسن يقتلني. هربت، وبابا فضل يدور عليا، وبعدين عرفت انه مات من الحسره. يا حبيبي يا بابا. وبعد كده بقيت من بيت لبيت ومن كباري لكباري، لحد ما بقيت فردوس الرقاصة اللي قدامك. فردوس؟ طبعا عايز تسيبني. ايش معنى انت اللي مش هتسيبني؟ انا مش هسيبك يا فردوس، مش هسيبك، بس هروح اغير هدومي. اجي معاك ونجيب هدومك هنا. وبعدين؟ وتقعد معايا طول مدة اجازتك. ايوه بس طبعا تستعاد وتقعد مع واحده زي ابدا يا فردوس، ابدا. خد سوق انت. انا عمري ما كان عندي عربيه، لكن تعلمت السواقه على عربيات اصحابي. اديك بقى عندك عربيه. تفضلي. عادل هو اللي سايق العربية. بتقول ايه؟ يلا بينا نروح الكابينة نشوفه.
اسيب شويه هدوم عشان لما ارجع. هاتهم كلهم يلا. عايز اسالك سؤال بس ترد عليا بصراحه. اسال. انت ليه عايزاني اقعد معاكي؟ انت بتسال مش عارف؟ لا عايز اعرف منك. علشان حبيتك. اشمعنى انا؟ الحب ما فيهوش اشمعنى. في رجاله كتير احسن مني وعندهم فلوس وتجارب عني. مش يمكن انا حبيتك علشان انت مش زيهم. يلا. على فين يا سعاده؟ مسافر ولا ايه؟ لا والله رايح رحله يا شيخ عمران. عن اذنك خلي بالك من الشاليه وبقول لخالي. سلام عليكم. عليكم السلام يا ابني ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. مع السلامه. شفت بقى انه عادل؟ ازيك يا شيخ عمران؟ مين دي اللي معاه؟ دي واحدة جت معاه وهو بياخد هدومه عشان رايح رحلة. رحلة؟ رحلة؟ مالكش رحلة دي فين؟ لا والله. متشكرين يا شيخ عمران. قول لله يا سي خالد. ايه الحكاية؟ مش عارف. ده محدش يعرف عنه حاجة أبدا، اختفى فات. يمكن يكون عيان. ابدا دول راحوا له امبارح الكابينه ما لقوهوش، دوروا عليه في الفلاجات في المستشفيات في السينمات. انا خايفه خالص، اصلنا اتخانقنا اول امبارح. يكونش رجع مصر. خالد جه يمكن يكون عنده اخبار. زيكم يا جماعه. ده اخويا خميس، اصله جاي يقعد يومين يغير هوا. اهلا وسهلا يا استاذ. أنست وشرفت. أصل عنده القلب. إزيك يا سيدنا الأفندي؟ أهلا وسهلا. تعال مالكش دعوة. ولد. أنا لازم أنزل أروح الشغل. وأنت حصلني على مهلك على الصالة. على الصالة؟ عشان ما تبعدش عني. يمكن البيت يعوز حاجة وبعدين هنتحاسب. أنا معايا فلوس. أنت مش عبيط. أنت مش هتيجي الصالة وتفتح لي؟ أنا لازم أفتح لك. لازم. ما تتأخرش. وصلي دول العربية أنا بقوي. من عينيا. مش تقوم تتهوى شوية يا أخويا؟ أنت يا أختي سبتيلي شوية هوا ولا تهويتش؟ خد. إيه دول؟ ما تفوتي إيدك في الحلقة كمان. تلعب كوم يا سيدنا الأفندي. انت حريف قوي. هلا العشرة بجوز جنيهات. نلعب مية مس. السيجارة دي بقى ولا ولا؟ يعني هو ده اللي نجرب. منجاها اخر منجاها. اشرب يا سيدنا الافندي اشرب. عادل اشرب يا سعادل اشرب يا اخويا، ما انت بقيت في الجو خلاص. اقطع.
ايه ده؟ انت بتقش بالشايب؟ ولد يا اخويا ولد، ولد يا سعادل، اصل الولاد بتقش، بتقش كل حاجه. الشايب لا، الشايب ما يقشش. اشرب بصره وكمان بصره. ها العب وادي بصره كمان. جنات خد هات 3 جنيه يبقالك. حلوه النكته دي. صحتك وسكي. انا شفتك امبارح مش كده؟ لا انت شفتيني بكرة وحتشوفيني امبارح والاسبوع اللي فات وجميع الاسابيع القادمة مش كده؟ مالكيش دعوة بيه، انت بتاع فردوس. مش ممكن عادل يعمل كده، مش ممكن. وخالد هيكدب عليا ليه بس يا امال؟ اللي قلتولي صحيح؟ انتوا كدابين، كلكم كدابين. امال رايحه فين يا امال؟ امال انا مش مصدقه ابدا ان عادل يعمل كده. ده بيحب امال قوي. طب وعمل كده ليه؟ والله مش عادل بس اللي غلطان، امال كمان غلطان. عادل، عادل عشانك عادل بيه. عشاني؟ الو؟ 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 مضايقك؟ ابدا، بس اصحابي وحشوني. عندك مانع اروح اقعد معاهم بكره طول النهار؟ لا ابدا. بس بكره هنبقى مشغولين قوي. مشغولين في ايه؟ هنحضر نفسنا عشان السفر. سفر؟ سفر ايه؟ هنسافر بيروت. ايه رايك؟ بيروت؟ انت سافرت بره قبل كده؟ لا. تحب تسافر بالمركب ولا بالطياره؟
فانا بقول بالمركب احسن، ايه رايك؟ بس مش تفهمين الحكايه الاول. عندي شغل هناك 3 4 ايام. بس انا ما اقدرش اسافر. دي فرصه تشوف فيها بيروت، واحنا مش هنغيب. ويا سيدي كانك في رحله. قلت ايه؟ هنسافر امتى؟ يا دوب نجهز نفسنا ونسافر على طول. يبقى بقى لازم نقول مش ممكن يا جماعه، ده لازم نروح له نفوقه، نجيبه غصب عنه. انا هروح له واقول له كلنا مستنيينه، كلنا، وهيرجع معايا. واحد كمان. ما تقوليش كتير احسن خسرت اخوك في الكومي. ولا يهمك. في صحتك. في صحتك. ست فردوس. اللي استاذ خير عايز حضرتك. طيب هروح اقعد مع الجماعه دول. اوعى تزعل ولا تتضايق، انت عرفت شغل. خالد ازيك يا ابو خلد؟ وحشتني قوي. انت فين؟ انا هنا. ما قلتش ليه انك هنا وسيبنا ندور عليك؟ لازم يعني نعرف من شله السعديه انك هنا. اسكت يا ابو الخلد، اما اخوك وقع وقع، انا وقعت في الجنه. كلنا عارفين الوقعه اللي انت وقعتها، بس ما حدش بيقول انك وقعت في الجنه. امال بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان واحده رقاصه ضحكت عليك و... وليه ما كنتش انا اللي ضحكت عليها؟ وليه لازم يكون في واحد بيضحك على التاني؟ الرقاصه دي هتعرفني عشان ايه؟ علشان فلوسي ولا عشان املاك ابويا؟ ثم ليه ما تكونش بتحبني؟ ايوه بتحبني. انا عمري ما شفت انسانه بتحب راجل للدرجه دي. امال بتسال عليك يا عادل؟ امال لسه صغيره يا خالد، وانا كبرت. كبرت؟ ايوه كبرت، بقيت راجل. افهمني، بقيت راجل. جو الكبرهات مش بتاع رجاله، جو الكبرهات بتاع الشبان الفاسدين اللي طول عمرك بتحتقرهم. انا مش عايش في كبريه، انا عايش في حب. واحده بتحبني، ولو كانت بتحبك انت كان زمانك قاعد هنا وبتعمل زي تمام. لكن ما حبيتكش ولا حبت ولا واحد تاني من الشله. حبيتني انا، وكلكم غيرانين مني. ايوه كلكم غيرانين مني. انا من رايي تيجي معايا دلوقتي. اروح فين؟ تروح لاصحابك وحبايبك، تروح لامال اللي بتدور عليك ومش لاقياك. امال؟ ما هي اللي جابتني هنا، واديني بجرب كل حاجه وبعرف الدنيا ماشيه ازاي. اذا كنت فاكر ان دي الدنيا، امال الاخره تبقى ايه؟ كلنا مستنيينك بكره على البلاش يا عادل. بكره؟ انا بكره هكون في عرض البحر في طريقي الى لبنان. انت مسافر لبنان بكره؟ ايوه. تعرف لبنان ولا تيجي معايا؟ ده جواب جالك من 3 ايام ودخت عليك عشان اديهولك، ولولا كده ما كنتش دخلت مكان زي ده. مساء الخير. عن اذنك انا ماشي. ايه يا عادل، مش لازم صاحبك على كاس بسكي. ما تقعد تشرب كاسي خالد، انت عارف اني ما بشربش. واللي اعرفه كويس انك ما معكش تمن الكاس اللي بتعزمنا عليه. مين ده يا عادل؟ ده واحد صاحبي بيبقى دمه تقيل لما يحاول يعمل جد. سيبك منه، يلا روح. مش معقول، مش معقول. هو صحيح مش معقول، بس ده اللي حصل. وهيسافر معاها كمان؟ ايوه. وهيسافروا امتى؟ النهارده العصر. Thank you.
شبابنا بالهوى قمر مدى الهوى ونعزنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شغال بالي يابا يابا شغال بالي يابا يابا شغال بالي قمر مال الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا خدني ورايح فين يا راميني بسحر عنك للدين ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا على الفرح موديني انا بسأل ليه واحتر كده ليه بكرة الايام حتوريني خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعزنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شغال بالي خلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شغال بالي يابا يابا شغال بالي يابا يابا شغال بالي عمر مال الهوى ونعزنا واللي شبكنا يخلصنا طوحنا
طوحنا يا هوا يا هوا يا هوا طوحنا 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 يا هوا يا هوا يا هوا طوحنا وأمانة ما يوم يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا وتقربنا ما تبعدنا وتفرحنا بحبايبنا خدنا الشوق خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعزنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي جمال مالي اه يا با يا با جمال مالي اه يا با يا با شغل بالي عمر من الهوى ونعيسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا عادل بقاله كتير قوي ما بعتش جوابات ولا رد علينا دي مش عادته انا خايفه لا يكون عيان ولا جراله حاجه تسمحي تقولي لي يا ماما يبعت لنا ليه واحد بيتفسح ونازل تنطيط على الفلاش ايه اللي يخليه يفكر في الغلابه اللي قاعدين في جهنم انا مش خايف ما دام ما بعتش يبقى فلوسه لسه ما خلصتش بس انا مش مطمنه انا قلبي مش مطمن يا شيخ هتلاقيه في رحله كده ولا كده انا لما كنت في سنه ما كنتش اقعد في الاجازات في حته واحده ابدا كنت بعايش مع ابويا في شقه واحده يمكن ما اشوفوش في الاسبوع مره شقاوه مفيش طمني عليه طمني مش عايزين حاجه عاوزين سلامتك سلامتك يا بابا الله يسلمك مع السلامه مع السلامه يا بابا ست فردوس ايه في ممكن كلمه عايزة ايه؟ عايزة فلوس البيت نفض خلاص معيش وفلوس بيروت اتصرفت كلها هناك البركة في البيت اوعي تاني مرة تقولي كده أول الشهر فات عليه أسبوع والناس عايزة فلوسها بصحيح وطي صوتك أنا هتصرف الو عبد الموجود ايوه ايوه انا دوسه ازيك وحشتني خالص ايه مش هنشوفك على فكره يا عادي نعم في واحد يمكن يجي يتعشى معانا الليله يتعشى معانا الليله هو راجل كبير وزي والدي بالظبط وخدمني كتير اسمه عبد الموجود بي من تحبي لما يجي اسيب البيت بالعكس انا عاوزاك تكون موجود عشان تتاكد ان مفيش حاجه بيني وبينه واذا كان ده يضايقك بلاش نعزمه خالص انت عارف يا عادل انا ليا شويه صحاب بيساعدوني ولازم استقبلهم انا وانت وعشان ما تتضايقش انا هقدمك لهم على انك اخويا وجودك جنبي هيحميني وانت راجل البيت اهلا 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 ازيك يا عبد الموجود بيه انا يا عبد الموجود بيه اتفضل يا بيه اتفضل وحشتني وحشتني ده انت اللي وحشتني جدا النهارده ما كنتش مصدق نفسي وانت اقدم لك صلاح اهلا اخويا الصغير مفهوم اهلا وسهلا يا سلام شبهك تمام
الخالي الناطق. بس انا مش عارف شفته فين. تعال يا جوجو. شفته فين؟ لازم شفته معاي. ما تيجي تقعد يا طلع. اتفضل يا جوجو. اهلا 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 يا الف اهلا. اهلا وسهلا. ايه اللعبه الطويله دي؟ اهلا وسهلا. خميس عامل كاسين وحياتك. عينيا. ايه في ايه؟ ما تتكلم؟ هو في حد غريب؟ ده عبد الموجود ده مش عارفه ولا ايه؟ انا جوجو. اصل وكيل صاحب العماره. مات. مات؟ عايز الاجره وبيقول انه هيجي يعني. اما راجل قليل الذوق صحيح. حد يطلب اجره من الست فردوس وتطلع قد ايه الاجره دي؟ 35 جنيه. بس كده؟ بسيطة بسيطة قوي. ومكسور علينا شهرين. شهرين بس؟ يا وليه بلاش فضايح. خلي سكيت الراجل قليل الذوق ده. متشكرين قوي يا عبد الموجود بيه. كاسك يا عبد الموجود بيه. متشكرين. بصحتك يا روح. ألف صحة. أنا مكسوفة منك قوي. لا العفو. ربنا ما يحرمناش منك يا عبد الموجود دي. العفو يا اخي العفو. يلا نقولك لقمه. العين. يلا. اتفضل يا اخويا. اما حصلت حته نكته امبارح. ايه؟ كنت بتفرج على سوس الرقاصه وهي بترقص. عجبتني. قعدت اسقف لها، اسقف، اسقف. جا الجرسون، قلت له يا اخينا انا بسقف للي بترقص، مش بسقف لك. قال لي بقى مش عيب عليك يا بيه تسقف لواحده ست، سقف لراجل، تعيش راجل، تموت راجل. مش حاجة غريبة أوي جرسون ده، حاجة غريبة أوي. في إيه تاني؟ منور البقال بقت عايز حسابه 18 جنيه و60 قرش بس. يا سلام بس كده على عيني. يا سلام. غالي وطلب رخيص 20 جنيه أهم. تعيش يا عبد الموجود بيه. ما تحرمش منك يا عبد الموجود بيه. العفو يا أخي العفو. يا كتكوت. سكر من ايدك سكر يا روح. سكر سكر. هم يا جمل. هم يا جمل. هم كمان. كمان يا هم يا جمل. ايدك على 15 اهي. 15 على عيني. يعني يا جوجو انت خسرت ولا ايه؟ حاجات بسيطة قوي. جوجو جبر. ياه دي الساعة بقت 5 الصبح الوقت فات بسرعة. أنا النوم جالي 5 الصبح يا خبر. لسه بدري. نازل عندي. مع السلامة. علشان عندي يا راح تموتني يا عالم يا هو. لا شو هيدا؟ لو منشو مركبة، منشو مصنوعة، والله راح بغزي ثيابي وحياة الله. لا ليكو ليكو صبيح سكر وزنود مرمر وخدود ورد أحمر وشفاف عنبر. إيدك على 50 أهيف. شو يعني أهيف ولا ترجمة باللبناني؟ يعني 50 جنيه. يا الله مصاري وللي بدك اياه ولي خد من جميع اصناف العمله. ولي صلاح ليه يفضح حريشك شو هالاخت؟ ولي هيدي اختي مين حكى فيها؟ ولك لا لا دخيلك هويله. كل دي عشان خاطري. انت ما اكلتش حاجه النهارده ولا يمكن اكلنا مش عاجبك؟ اللي ده مش عاجبني دي. ده عاجبني قوي قوي قوي. ستي ستي. الراجل وكيل صاحب العماره جاي طالب الاجره. مش وقت. الحقيقة احنا اتأخرنا عليه. ده احنا بقالنا 3 اشهر. يا وليه بلاش فضايح. فضايح ايه يا دوس؟ هو انا غريب؟ الراجل ده عايز كام؟ 100 جنيه و5 بس. خد يا ست القرشين دول تسكتي بيهم. متشكرين قوي يا مدبولي بيه. انت ابو صلاح شرف. انا مكسوفة منك قوي يا مدبولي. مكسوف ولا حاجة يا دوس تحت امرك. ما يتحرمش يا مدبولي بيه. اشكر يا خمس. قولي لي يا دوسه. ايه يا روح؟ انا مش متعود عليك مقفوله كده وساكته، انا عايزك تفرفشي وتهيصي وترقصي. الا هو ده وقته. الا وقته. الطبله يا خميس. الطبله يا واد. ده وقته وقته وقته. مدبولي. قوم انت ارقص. وحياتك وحياتك. ما كنتش تحلف. طبل يا خميس. عينيا. يلا مدبولي ايه؟ ايوه كده. يلا. الله ايه مالكوا ساكتين؟ ما تهيصوا. راس كده يا رفاع. يا عيني يا عيني. يا بطاطا يا بطاطا. يا عيني يا عيني. هم يا جماعة.
كمان يا امي يا جبر. ايدك عن 15 ايه جوكو جبر. بس محدش بيقول انك وقعت في الجنة. صلاة يفضح حريشك شو هالفرق. قولي هيدي من حكفي. كل دي عشان خاطر. ايدك على 50 ايه. كنت فاكر ان دي الدنيا ومالي الاخرة تبقى. خليل سامي ازيكم؟ اهلا اهلا. امال بقيت الشله فين؟ والله انا ما اعرفش. انا اذنك يا عادل. طب خدوني معاكم. خالد انت كمان قاطعنا؟ انا مش بقطعك ولا حاجه، بس كل واحد منا ماشي في طريق غير التاني. انا ناوي اطلع مهندس وانت ناوي تشتغل في كباريه. خالد انت اللي لازم تقدر موقفي، انت الوحيد اللي عارف كل ظروفي. افرض يا اخي ان انا غلطت، انا سبت كل حاجه ورجعت لكم تاني، تقوم تعمل معايا كده؟ انا اذنك. امال. أمال. نعم. أنا جيت تاني يا أمال، جيت عشانك أمال. أرجوك يا أمال ما تتخليش عني، أنا محتاج لك. صحيح كل الشلة تخلت عني، لكن مش ممكن أنت تبقي زيي، مش ممكن. أمال Thank you.
مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا جينا لكم يا اللي لينا مدوا ايديكم خدونا شيلوا الشوك من صدورنا والدمع من عينينا اللي جينا لهم يا قلبي يا قلبي في جرحنا جرحونا في جرحنا جرحونا ابكي ابكي تحت الليالي والخوف مل والضلوع قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع رميت نفسك في الحضن سقاك الحضن حزن رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا قلبي شوك بترش شوك في طريق أيامي أيامي الجاية يا شط كان مفروش هنا وحب وأغاني إزاي تسلم مركبي للحزن تاني الدنيا غيمة في عيوني الدنيا غيمة في عيوني على فين على فين يا حزن على فين يا حزن موديني من رحلة الوهم البعيدة البعيدة لرحلة الحزن الجديدة ابكي ابكي تحت الليالي والخوف مل قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا قلبي عادل جه ايوه جوه
فين يا عادل؟ مسافر مصر. كنت فين النهارده طول النهار؟ عند اصحابي. وطبعا قابلوك بالحضن. وكنت فين يا عادل؟ ومين اللي اخدك مننا كل المده ديت؟ والله ارجوك من فضلك مفيش داعي للكلام ده. مفيش داعي ليه؟ مش من حقي اتكلم معاك شويه قبل ما تسيبني وتسافر؟ فاكر يا عادل؟ فاكر اول يوم جيت فيه هنا انا قلت لك ايه؟ لا مش فاكر. انا فكرك هنا على السرير ده قلت لك بكره سيبني وتمشي زي غيرك. قلت لي لا، دي الحقيقه وانا عارفاها. عمري ما ضحكت على نفسي. عادل، عايز اقول لك حاجه قبل ما تمشي. اتفضلي. انا عرفت رجاله كتير لكن حبيتك انت. حبيت فيك الحاجه اللي ما لقيتهاش في نفسي ولا في كل الرجاله اللي عرفتهم. مع السلامه يا عادل. من حقك انك تروح لاصحابك وحبايبك وانا مش متضايقه. هما اصحابك مستنينك تحت ولا انت اللي هتروح لهم المنتزه؟ اصحابي. عادل انت بتعيط. صحابي محدش فيهم راضي يكلمني، كلهم احتقروني، عارفين كل حاجة، عارفين اني بشوف رجالة داخلين طالعين وبشوفك بين ايد ده وده ومش قادر اتكلم ولا اعمل حاجة، وعارفين كمان انك بتصرف علي. دي شغلتي يا عادل وانا ما ضحكتش عليك، وانت عارف كويس ان مفيش ولا راجل حط ايده عليا من يوم عرفتك. حكيت اني بصرف عليك، انا ما بصرفش عليك ولا حاجه. اللي معايا معاك، بكره تشتغل وتبقى مهندس كبير وترد لي كل حاجه. انسى كل ده دلوقتي يا عادل، وبكره الصبح ان شاء الله كل حاجه هتبقى احسن. فردوس يا حبيبي عادل، انا اصحابك وحبايبك وانت اصحابي وحبايبي وكل اللي ليا في الدنيا. اعمل ايه؟ عادل مش ممكن يعمل كده، عادل اخلاقه كويسه، انت عارفه. رقم 6 اهلا بابا. اهلا ايه ده؟ ايه مالك؟ في ايه؟ شوف لك حل حالا. فين؟ محمد ابن زينب هانم رجع من اسكندريه. بيقول ان عادل ابننا ماله؟ اتلمت عليه واحده رقاصه وعايش معاها. حد عارف الرقاصه دي هتعمل في ايه يا اخوان؟ رقاصه ايه؟ ويا الرقاصه هتاخد ايه من ولد مفعوص زي ده؟ الرقاصات ما بيدوروش على العيال، اطمني. انا ما اعرفش الكلام ده، انا عايزه ابني ابني ابني. خلاص يا ستي، انا هروح ادور عليه واجيبهولك بنفسي. هتدور عليه في ايه؟ في اسكندريه طبعا، انا عارف اسكندريه حته حته. يعني مفيش طريقه تانية؟ في ايه هي؟ اننا نسكت ونبطل الند ده. انا برضو مش مطمنه، مش مطمنه ابدا. عمرك ما كنت مطمنه. على كل حال خلاص يا ستي، انا هسافر له وهنكون عندك تاني يوم، اطمئني. كاس ويسكي من فضلك. مساء الخير. ارجوك ما تعرفيش واحد بيجي هنا اسمه عادل؟ عادل عبد الحميد، شاب رفيع كده وصغير. انا ما بحبش الشبان الصغيرين ولا الرفيعين. انا بسالكيش عن شاب بتحبيه، بسالك عن شاب شفتيه. انا ما بشوفش الا اللي بحبه بس. ممكن اطلب كاس؟ افتح الله يا ست، مش من دول. ما يحكمش. اتفضل يا بيه. لا اسمع، اتفضل قولي. نعم يا بيه. ما تعرفش شاب رفيع وصغير اسمه عادل بيجي هنا؟ عادل؟ الرفيعين كتير والصغيرين كتير، لكن انا بقى ما اعرفش حد اسمه عادل. تحب اجيب لك واحد اسمه علي؟ ايه
قولي من فضلك، ما تعرف شاب اسمه عادل؟ عادل عبد الحميد، هو شاب صغير كده ما بيجيش هنا. حضرتك تعرفه؟ ايوه فندم، انا والده. انا سمعت الاسم ده قبل كده. استنى لما اسال صاحبتي يمكن تعرفه. واحد ويسكي من فضلك. محاس لا، الراجل هناك ده ابو عادل. ابو عادل، وحياتك تشغلي شويه عبال انا واتصرف. حاضر يا حبيبتي، من هنايا الاثنين. عارفه، خد عادل لما يجي ما تخليهوش يدخل وتنبهلي على طول، مفهوم؟ حاضر ست فردوس. حضرتك بتسال على عادل؟ ايوه. زمانه جاي؟ هو دايما بيجي هنا. يعني بيقولوا انه عايش مع واحده بتشتغل هنا، يا ترى حضرتك تعرفيها؟ ولا عايش مع واحده ولا حاجه، ده عيل صغير، مين اللي هترضى تعيش معاه؟ الواحده منا لو حبت تعيش مع واحد لازم يكون راجل. اشربي حاجه؟ لا مش عايز. يا ولدي تيجي، كفايه معطلك عن شغلك. واحد ويسكي يا لا خساره، دول بيجيبوا لنا شاي. عارف يا ستي، خلوهم يسترزقوا. واحد ويسكي يا لحظه واحده. والله استاذ عادل خليك هنا عشان في اشكال جوه. اشكال ايه؟ ما اعرفش، انا هندهلك ست فردوس، بس الله يخليك خليك هنا. ايه حصل ايه؟ مفيش، صاحب الصاله نبه عليا ان لو شافك هنا تاني هيترد، بيقول ان الزبائن عارفين ان انا بحبك وانك بتشغلني عن الرقص وعشان كده ما بيفتحوليش. قلت له ايه؟ ولا حاجه. هقول له ايه؟ ده راجل يبيع ابوه قلبه زي الحجر. اضطريت اسكت، وكده برضو احسن. احسن ليه؟ لان عينيك ابتدت تزوق. ولا انت فاكرني عبيط؟ شايفك يا اخويا وانت نازل تلاغي البنات بتوع الصاله كل ليله. ما حصلش. انا بهزر معاك. يلا اسبقني انت على البيت وانا اول ما اخلص هحصلك. يلا امبو. يعني عادل ما جاش؟ بقول ايه، ما تيجي انا وانت نروح لحد البيت نفرفش شوي، وبعدين اعمل تليفونات لكل صحباتي لحد ما نلاقي. ها قلت ايه؟ معقول معقول. عن اذنك بقى هروح اغير هدومي وارجع لك تاني. الحساب ساعة البيت بسيطة. ميرسي ساعتي بي. ست محاسن، صاحب العمارة جه النهاردة وعايز إيجار الشقة، وعمل لنا النهاردة غاغة. مش وقته. ولو يا ست سيبلنا 15 جنيه ندفعهم له بكرة الصبح. خدي من الشنطة. دورت في الشنطة ما لقيتش فيها إلا 5 جنيه بس. كمولة، ممكن وحياتك تسلفني 10 جنيه لحد بكرة الصبح؟ أحسن ما قبضونيش في الصالة. وادي يا ستي العشرة جنيه. متشكرة يا كمولة، أنا مكسوفة منك خالص. الحياة الواحدة مننا مظلومة في شغلتها، كل تعبنا وشقانا بيروح لصاحب الصالة. انما بختي كده، انا كنت تلميذه وحبيت واحد اكبر مني، ضحك علي، اضطريت اهرب من بيت ابوه وفضلت هربانه لغايه دلوقتي. بس كان ممكن تشتغلي شغلانه تانيه، سكرتيره، عامله في مصنع، اي حاجه. يا ريت يا اخويا تلاقيني شغلانه تانيه. هحاول. صحيح والنبي هتحاول. طبعا اذنك بقى لما اروح اشوف عادي.
الو سنية، ما شفتيش عادل الليلة؟ لا ابدا، اصلي كنت عايزة في حاجة. باي باي. الو فيفي، اسفه يا حبيبتي، اصل النبي كنت بدور على عادل. طيب يا حبيبتي، اسفه لازعاجي. محدش عارف عادل راح فين الليله. معلش بزياده ليله، لولا عشان خاطر عادل ما كنتش جيت هنا ابدا. وعشاني. وعشانك انت كمان. كمولة يا حبيبي. يا هلا الله ياللي مفهمين، وبقالكوا اسبوع مبوزين. قوموا العبوا راكت، قوموا العبوا بولي، قوموا اعملوا اي حاجة. انا عارف اني بايخ. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير. انا شفت عادل امبارح بالليل. عادل شفته فين؟ شفته على الكورنيش راكب عربيه. طبعا كان مهيص بعربيه الست، واحنا هنا قلبينها محزنه، وهو لما كان ناوي يرجع لها جالنا ليه؟ ها احنا اللي تخلينا عنه، واحنا اللي رجعناه للست. انا المسؤوله يا جماعه، احنا لازم نخلصه. انا الليله هرجع بدري واحسب لك العربيه، اذا اتضايقت خدها وانزل اتفسح، بس اعمل معروف اوعى تيجي الكباريه، الحسن صاحبه يخرب بيتنا. درج القاسي وقلبه زي الحجر. انت الدرجه دي؟ اعمل ايه؟ اكل العيش. مش هتاخر عليك. اهلا كمال بيك. عادل ما جاش؟ زمانه جاي. تعال. مالك رايح جاي زي الخيله الكدابه كده ليه؟ ما تيجي تلعب عشرتين. ميه مسا. تفتكر الراجل صاحب الصاله ده مش عايزنا نروح هناك مع فرتوس ليه؟ والله ما اعرفش. ما تيجي تلعب. اشمعنى دلوقتي؟ ما انا كل يوم معاه. والله ما اعرفش. ما تيجي تلعب بقى مال. انا مستغرب. ليه ما قاليش انا بدل ما يجرح احساس فردوس؟ والله ما اعرفش. تفتكر يقدر يأذيها؟ وانا اش عرفني؟ ما تيجي تلعب. اسمع. ها؟ انا هروح اشوف الراجل صاحب الصاله ده حكايته ايه. عادل افندم، انا دخت لغايه ما عرفت عنوانك. اديك عرفته. باين عليك مستعجل. ايوه مستعجل، راح اخلص اشكال الانسان اللي ما تخليتش عني زيكم. لك حق تزعل عادل، انا جاي عشان اعتذر لك واقول لك ان كلنا متاسفين على الطريقه اللي قابلناك بيها. كلنا احنا قعدنا اسبوع كل واحد فينا مكسوف من نفسه، مش عارفين احنا ليه عملنا معاك كده. امال ليه سبتوني ارجع؟ احنا غلطانين، بس مهما حصل الاصدقاء طول عمرهم لبعض. عادل في حاجه مهمه مش عارف اقولها لك ازاي. خير؟ انا شفت والدك النهارده. بابا يظهر انه جه يدور عليك، لقاك متعلق فوق شجره، طلع عشان ينزلك، نزلت انت وفضل هو فوق. يعني ايه؟ مش فاهم. قبل ما اجي لك هنا على طول رحت الكباريه اسال عليك، لقيت والدك هناك قاعد مع واحده رقاصه ونازل شرب وتهييس. انت كذاب كذاب. بابا لو يمكن يعمل كده. انا لسه شايفهم بعناية. مش ممكن مش ممكن، انت كذاب كذاب. عادل افتح افتح يا جميل. عادل عادل اسمع.
الراجل اللي قاعد مع محاسن ده بيجي هنا من امتى؟ انا اقول لك يا بيه، هو بقاله جمعه كل ليله هنا، انما مدب كبير قوي ممتع ست محاسن ويصرف عليها دم قلبه. انت متاكد انه بيجي هنا من اسبوع؟ الا متاكد. طب واللي خلقك كل ليله هنا وهو مروح مع ست محاسن يظروفني النص جنيه؟ بقول لك مدب كبير قوي. من اسبوع يعني؟ من ليله فردوس ما قالت لي ما تدخلش. ايه بالظبط؟ فين فردوس؟ الله جايه سعادي ما بتلبس في اوضتها. انت ليه ما قلتليش ان ابويا بيجي هنا كل يوم؟ ابوك مين؟ انا ما اعرفش ابوك. انت كدابه، انت عارفه كويس ان ابويا هو اللي قاعد بره مع محاسن، وانه بيجي هنا كل ليله، وان الباب بيقول عليه مدب. ايوه عارفه، علشان كده خليتيه يمنعني من الدخول ومثلت عليها كانت صاحب الصلاه. امال كنت عايزني اسيبه ياخدك مني؟ انا بحبك، افهم افهم يا عادل، بحبك. علشان كده سلطت عليه محاسن؟ انت اللي سلطتي عليه. ردي. اسلطت عليه ازاي؟ هو صغير، ده راجل كبير وعارف كويس هو بيعمل ايه. انا اللي عارف كويس انت تقدري تعملي ايه. انت ناسي اني عشت معاكي وشفت كل اللي بتعمليه، ومحاسن هتكون ايه؟ ما هي زيك تمام. وهي محاسن كانت تقدر تاخد منه حاجه الا اذا كان هو عايز يديها لها. انا كل اللي عملته طلبت منها انها تشغله 10 دقايق بس، وال10 دقايق بقى ايام، والكاس بقى 100، وكل اللي بتعملوه. ابوك هو المسؤول، 100 واحد بيخش صاله كل ليله، انما ما حدش بيقع على اللي عايز يقع. انا عارف انك تقدري توقعي اللي انت عايزه توقعيه، لكن خلاص انا فهمتك. انت ما يهمكيش الا نفسك، مش كفايه كنت هتضيعي مستقبلي، عايزه كمان تخربي بيتنا، عايزه تشرديني انا وامي واختي. كملتي؟ ايوه يا حبيبتي. الازازه خلصت؟ خلصت، فيها يطلع نصها. لا خلصت. على مهلك يا حبيبتي شوي، اصل الشرب يبقى واحده واحده. كمان الازازه خلصت. خلاص تبقى خلصت. جرسون افندم، ساعه الايه؟ من فضلك ازازه تانيه للست. حاضر يا فندم. اهو كده يا كمولتي. بابا وعادل، مساء الخير يا بابا. انت بتعمل ايه هنا؟ تسمح تسيبينا لوحدنا؟ خليك يا عادل. انت بتعمل ايه هنا؟ انت كلم. انا هنا لان حضرتك هنا. تاخد اول قطر وتنزل على مصر. وحضرتك مش شغلك. مش حضرتك جيت اسكندريه عشان تدور عليا؟ انا هو نرجع بقى يا بابا. الحتت اللي زي دي مش من مقامك. ومين جاب لي الحتت دي غير حضرتك؟ لازم تعرف ان ابوك واني قعدت 23 سنه اصرف من دم قلبي علشان اربيك واعلمك، جاي لي دلوقتي تقول لي اعمل ايه يا قليل الادب؟ يا بابا بقول لك كل اللي هنا نصابين بيضحكوا على الناس وياخدوا فلوسهم. فاكرني عيل زيك يا ولد؟ فاكرني مراهق؟ يا بابا بقول لك كل اللي هنا نصابين. الإزازة اللي الست خلتك تطلب غيرها لسه مليانة هيك. امسك بره. أنا مش خارج من هنا إلا معاك. طبعًا حضرتك دفعت إيجار التلات أشهر المتأخرين للست، وطبعًا دفعت دين البقال والجزار. اخرس. اضرب زي ما أنت عايز، موتني، لكن أنا لازم أقول لك الحقيقة، لازم. أنا شفت الحاجات دي كلها بعينيا، شفت الناس وهي بنضحك عليها، وما أقدرش أشوفك زيهم، ما أقدرش، ما أقدرش. اخرس. كفاية. ابنك عنده حق، كل الكلام اللي قاله لك مظبوط. خد ابنك وروح بيتك يا كمال بيه، احنا حياتنا غير حياتكم. كل اللي قاله لك عادل احنا بنعمله صحيح، لكن انا ما عملتوش معاه لاني حبيته. كان مشوار طويل يا أمال، لكن أنا ما اتغيرتش.
انا اتغيرت يا عادل.